حيت هنا كاينين التصاور اللي جا مسكين ما كيلقاش فين يدوز كيجي هنا كيبقى يصور كيبقاو يصوروا هنا وتصاور ما كاين لا قي لا عامل لا والو العامل ما شفناش فين هو اتصلنا بهم ما كاينش اللي كيجاوبنا راه دابا هادشي اللي كتشوفوا كلشي هذا الهلومه اللي داز الدوله قايمه بالواجب ديالها صيفطات كلشي فين مشى هادشي الله اعلم الزكاك ما شفناش ولو قرعه ديال الماء ولو قرعه ديال الماء هادشي اللي جبنا كنجيبوه الناس من عندنا في سبيل الله والناس اللي كيتقاتلوا ولكن هانت كتشوف ها هو الجيش ها هما الدرك الملكي ولا واحد نتحداه واش طلع مع القطره ديال الزكاك ولا واحد الناس هازينهم كيجيبوهم مساكن فاش ميتوا كيضربوا الطريق باش يجيبوهم حتى لهنايا واه باش غينفعني انا دق الزيره هذا باش غينفعني الا ما جابش لي التراكسات باش غينفعونا باش غينفعونا جايين هنا واكلين شاربين علاش باش غينفعني انا الجيش الا ما طلعش عندي باش غينفعني الا ما نفعنيش في هكا كاع ينفعني انا من هنا الايام الاخرى انا متنازل على الرئاسه الشباب واش كاين شي تراكس كري واكينا باش تراكس اليوم واحد الخمس اليوم غنجيب ليهم الساخنه كلها هنا ويديروا لي التحريض ويديروا لي الحبس يديروا لي الحبس لا 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 شقتوا الغاده صافي تراكس اليوم واش عندكم جرح دابا تجي البارح هو البارح هو البارح عندنا الناس حتى الانقاذ ما دار فينا حتى شي واحد واش كاينين الجرحى كاينين كاينين الموتى كاك الزكاك بوحدها معزوله من بين هادشي اللي كتشوف صافي عازلين الناس ديال العماله عازلين هاد الناس ديال القياده مطلوب عاد تراكس تراكس ما طالبين ما كنسعوا ما بغينا حتى شي حاجه ما بغينا حتى شي حاجه بغينا غير تراكس عندنا المجلس الاقليمي ما صيفط والو عندنا الجروب بو كتخلص لي الجماعه عندي 20 مليون في العام ما صيفطوا لنا حتى برويطه عيط الرئيس ديال الجروبو عيط عليه البارح المهم هو هذا الميساج ما كنسعاش حنا الناس ديالي شوكات ما كيسعاوش قادين بروسهم قادين بروسهم اللي صعيب هي اللي جيت كنسعى بغينا ما بغينا والو بغينا غير التراكس نهبطوا الجار صافي ما بغينا ناكلوا ما بغينا نشربوا ايه يعطيونا غير التراكس واش عباد الله حنا في حق ماشي في حقنا التراكس طريق رئيسيه هذه الطريق اللي خاصها تكون عندي قولي يا سيدي نعم زين شنو واقع اللي واقع هو انه عليا واحد الضغط هنايا باش نمشي في حالتي انت رئيس جماعه من العماله من الناس ديال العماله تصور ضربت عامين باقي ما ضربتش عامين جاوني خمسه ديال اللجان جات الكاد جات سميتو كيبحثوا في جماعه اللي راس البال راس المال ديالها 20 مليون علاش ما يبحثوش المجلس الاقليمي ويبحثوا في بزاف ديال البلايص حنا هادشي ما نهضروش عليه حنا كنهضروا على دابا بغاو غير الاستقاله نعطيوها لهم يجيو دابا يفكوا لينا الطريق عباد الله والله يعاوننا ويعاونهم صافي ما بغينا والو ما بغينا مناصب ما بغينا حتى انتخابات اللي بغى الانتخابات الله يطليه بهم واللي جا لهادشي راه الله يطليه به صافي ماشي يجيو يعلقوا لينا هنايا راه رئيس الجماعه اللي جا عندهم كيقول لي سير عند رئيس الجماعه نمشي نحفر ليه بظفاري وحفرنا بظفارنا الجماعه هنا كتنتفض اليوم على هادشي اللي هادشي اللي كاين ما كاينش اللي جاوبنا جيت عند القائد قال لك على ماني كنصوب تراكسات بيديه هذا القائد قال لك واش كنصوب ماني كنسعى عنده سيدنا قد كلشي الحمد لله وعطى الاوامر ديالو لكلشي ما عمرنا حنا بحالنا من طنجه للكويره بحال ما عمرنا نخليو شي بلاصه حنا الا كانت شي حاجه في الكويره نمشيو ليها ولكن دابا باش تجي راه ماشي ما صيفطاتش الدوله راه مصيفطه العجب ديال الطوموبيلات ولكن التراكسات فينا هما راه مصيفطين التراكسات مشاو ولكن علاش الجوكاك لا بالضبط علاش وكيدوزوا من ايجوكاك علاش دابا ايجوكاك فيها الضحايا تما كاينين راه كاينين تقريبا راه 250 اللي تفنى بعدا وكاينين الجرحى اش نقول لك الميت حنا اللي كنجبدوه حنا اللي كندفنوه راه حنا اللي كنجبدوهم بيدينا والساكنه اللي خدامين هادشي اللي كاين غير اللي كنقول لك انت كتشوف هذا الجيش شحال ديال الطوموبيلات الدرك الملكي شحال ديال الطوموبيلات راه واحد ما جاش عندنا واحد وكنتحداهم واحد ما كاينش علاش المنطقه ايجوكاك ايجوكاك انا كندوي على ايجوكاك قاطبه ما كندويش على مزغني ولا كندوي على انا ثلاثه الويدان اللي عندنا حتى واحد ما مشى عندهم جاو المحسنين السيد العامل عمرنا ما شفناه انا كرئيس جماعه ما عمرني ما شفتو ما عاد في شي حفلات صافي واللي بغى يديرها يديرها صافي هادشي اللي كاين ما بغيت حتى شي حاجه بغيت تجي التراكس ودوز التراكس للطريق لعباد الله هادشي اللي كاين الله يجازيكم بخير توقفوا معنا تجي التراكس ما بغاوش راه الساكنه غادي تهبط ليهم ويتحملوا المسؤوليه ديالهم حنا دابا هما هبطنا اكثر من 200 واحد حبسناهم تما قلت لهم ما بغيناش الفوضى سيروا في حالاتكم راه كاينين ويلا دابا طلعوا وصوروا انتم بعينيكم انتم
شوفوا شحال جابوا المحسنين ديال المساعدات راهم مليوحين تما وكيخسر داك الشيء وكيخسر داك الشيء ما لقيناش فين ندوزوا لعباد الله ما يعطيوناش اسيدي ما يعطيوناش يعطيونا غير التراكس يعطيونا غير الطريق حنا باش ندوزوا غير موجود الحمد لله بداو يضحكوا علينا هنا لا هذا استهداف ليا شخصيا انا اكثر من عامين هذا استهداف ليا شخصيا الناس عارفين ما كاين لا رئيس دائره لا قيد لا والو ما غاديش انا الجميع كنجمعهم كاملين وعلى راسهم العمل ونجيو لتحت باش القايد ملي تقول لي الله يرحم باك التراكس راه الناس يقول لك ماني كنصوبهم يا هذا جواب لك انت جواب لك السلام عليكم واش ممكن نطلعوا بالوبيك واش نعاونوك دابا تزيدوا شوفوا المنطقه بيديكم حنا شوف راه كمواطنين كمواطنين كمحسنين كيجي مسكين كيجي كيوقف كتبان ليه الطريق ما كايناش كيرجع واش نطلعوا حنا راه مرحبا مرحبا ما كاين حتى مشكل غنتجمعوا كاملين ما كاين حتى مشكل وشوفوا داكشي بعينيكم ما كاين حتى مشكل الانسان راه غيمشي على رجليه راه غير تحط الطوموبيل وتمشي على رجليك على رجلنا ما كاينش لا لا طريق لي خاص غير طريق ما كاين حتى مشكل لا ما واخا تجي الطريق الا ما تحلاتش الطريق الا ما تحلاتش راه ما كاين والو حيت علاش حتى الانسان ولا عندهم الاحتقان واش الدوار بعيد من هنا وراه كاينه 20 كيلومتر هاد الجهه وكاينه 8 كيلومتر هاد الجهه وكاينه 15 كيلومتر هاد الجهه والمشكل هاد الشيء كلشي اللي داز داز من ايجوكاك الله يرحمه كلشي هاد الشيء اللي داز من شتي كلشي داز من ايجوكاك وهذه الجوكاك بغينا نعرفوها وكنطلب من سيدنا يورينا هذه الجوكاك الا محسوبه عليه لا اله الا الله صافي هذا الشيء راه مستهدف اكثر من القياس اكثر من القياس اكثر من القياس دابا شوف حنا الكوارث الطبيعيه ما كاين لا سياسه لا والو حنا دابا انا قلت لك انا كنتنازل على الرئاسه الا بغاو نتنازل عليها نتنازل عليها ولكن يدوزوا الطريق لعباد الله صافي وبعد غدا نتذكروا حنا نشوفوا اليوم اسيدي واش حنا ما طلعنا حتى شي واحد ما نجاش نكونوا كاع اش نكونوا اش نكونوا راه بزاف هادشي والله الا بزاف هو رئيس الدائره واش تي انا رئيس جامع ما وقفش ليا رئيس الدائره ياك شفتوه حضرتوا ليه الباشا ما وقفش ليا شتيه ياك شتيه يلا ملي ما وقفش ليا انا كرئيس جامعه اش غايدير مع المواطنين يبداو يضحكوا عنا هنايا جا باش يتصور ورجع وكان تحداه جا دار شي حاجه هنا ما دار والو جا دخل تما حدا الكوبتير وتصور ومشى صار حتى حنا نعرفوا كيتصوروا في القنوات وفي اليوتيوب ويمشيو بحالاتهم صافي كيجيو يتصور حدا الطوموبيلات راه حنا خدامين راه ما كاين والو ما شغليش انا الا خدموا مع بلايص اخرين ما شغليش ولكن كنهضر على المنطقه ديالي ايجوكاك كنهضر على الناس ديال ايجوكاك ما كنهضرش على شي واحد اخر وقلنا لهم كما كنقولوا لهم ما كنسعاوش صافي هادشي اللي كاين حنا داكشي اللي خرجت الدوله اللي خرج سيدنا العباد الله كلهم يكون عندنا حتى حنا ماشي هادشي كلشي هاد الخير كله يدوز من ايجوكاك وما تشد من ايجوكاك حتى حاجه هما الناس عندنا اليوم جاو شرينا لهم الماء هما اليوم هاد الصباح هذا جاو هابطين كيقلبوا غير على الماء يلا ملي انسان ولا كيقلب على الماء اش من كرامه بقات عندنا حنايا راه ما بقاتش عندنا شي كرامه والله ما بقات شي كرامه في هادشي يلا ها ثلاثني عقوم من برا ها اخبار من برا ها يغيل من برا علاش يقول زاد اخبار الله اعلم حنا انا كنهضر على راسي انا في راسي واخبار ما كنهضرش انا على واحد كنهضر على قدام تا اخبار الجبوله يصيفطوا لنا الكوبتيرات الماكله العباد الله ياكلوا ها ياكلوا بعدا الماء والماكله يصيفطوا له لو قدمت واخبار واقنديس ما كنهضرش انا على جماعه ولا انا مواطن عادي انا ساكن هنا ما كايناش طريق لا طريق كوبتيرات هما اللي غيلوحوا لنا الماكله لعباد الله الله يجازيكم بخير اسمح لي دابا حنايا الله يخليكم هاد لي بيكوب اللي واقفين راه واحد جوج مليار ديال الطوموبيلات اللي واقفه تما جيبوا لنا غير 10 تراكسات جيبوا لنا غير 10 تراكسات والمازوت ديالهم والمسائل ديالهم راه ما يضحكوش علينا هنايا الله يرحم لك الوالدين يجيبوا لنا التراكسات هما اللي مهمين الكاميوات ديال العسكر اش غنديروا بهم راه هما واقفين راه هما دايرين الزواق راه هما واقفين الله يعاونهم شغلهم هذاك الدرك الملكي كانت تقريبا اكثر من 200 طوموبيل ديال الدرك الملكي هنايا بحال لا ما عرفت حنايا مافيات هنايا اش غايدير لي الطوموبيل ديال الدرك الملكي اللي فيها 5 راه مالنا حنا ماك شوف المخزن راه ما يخاف والو من هنايا حنا بغينا التراكسات
صافي اودي الماكله ماشي مشكل، ما بغينا ماكله، حنا بغينا سيدي على التراكسه. ملي غادوز الطريق اللي ضر الجوع يقلب على راسه، حنا كنهضروا غير على الطريق. حنا شوف الله يهديك، حنا كما كنقولوا الله يجازيكم بخير، حنا ما كنسعاوش. ملي غتحل الطريق راه كل غادي يعرف منين يجيب رزقو. صافي الله يرحم والديك، هادشي اللي كاين تعاونوا معنا في هذا الموضوع هذا وصافي. وانا بغاو يديوني للحبس، الله يعاونها ويعاونها.